الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 8/7/2018. احنا حاليا عند الباتو كيفز، كهوف باتو. طبعا هذا احد آلهة الهندوس، وهو تمثال غالبا كريشنا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. بس شوف كيف أن البشر يعظمون الحجر الصخر، وإحنا سبحان الله كمسلمين ما نعظم رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن الله حق، وأن النبي حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عيسى حق. لا إله إلا الله. طبعا هذا الصعود راح يكون قرابة 272 خطوة، يعني فيها مجهود وتعب لما نوصل إلى الكهوف بإذن الله مع الشباب أنس وخالد ومعاذ ويوسف. هذا أبو معاذ من أمام تمثال الآلهة الهندوس المذهبة. السلام.